كابتن عادل، اسمح لنا انا وكريم بس نروح ل يعني زميلنا فاروق صلاح دلوقتي ونعرف منه طبعا من الامارات مباشره اي كواليس جديده يعني خاصه بالفريق الاول طبعا من مقر الاقامه هناك. بص يا فاروق، طبعا صباح الخير، بس احنا هنفضل معاك كل ساعه تقريبا عشان تطلعنا على كل جديد بيحصل والكواليس وايه المستجدات والاجتماعات والتدريبات والاستعدادات الفنيه والاستعدادات المعنويه، يعني خلينا نعرف منك كل حاجه. اتفضل يا فاروق. يعني خليني في البدايه اصب عليك يا نهاوند، صباح الخير. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كابتن مصر الكابتن عادل طعيمه. يعني يا نهاوند، انت كنت معايا من اول خطوه من لحظه الوصول لمطار القاهره، طبعا بتنقله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي كل التفاصيل وكل الكواليس الخاصه ببعثه النادي الاهلي هنا في ابو ظبي، وبالتحديد في العين واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق الزمالك في مباراه كاس السوبر تقام يوم الجمعه على استاد هزاع بن زايد. كواليس طبعا كنا نتكلم فيها، طبعا الوصول بالامس لمطار ابو ظبي الدولي كان في تمام الساعه 5:30 بتوقيت القاهره، 7:30 بتوقيت ابو ظبي. طبعا كان في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي الاستاذه نهى القناوي القنصل المصري بالامارات العربيه المتحده، طبعا برفقه الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي اللي سبق تواجدهم هنا ابو ظبي قبل البعثه ب 24 ساعه لتيسير وتسهيل كافه الامور. سريعا الفريق اللي استقل الحافله اللي نقلتنا من ابو ظبي الى العين في مسافه استغرقت 1:30. دور كبير جدا بيقوم به افراد بعثه النادي الاهلي ممثله طبعا في الدكتور محمد شاوي رئيس بعثه النادي الاهلي، معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره، المهندس خالد مرتجي، الاستاذ طارق انديل اعضاء مجلس الاداره. كابتن محمود الخطيب كان حريص انه يتواصل علشان يطمن على كل افراد البعثه واخر ترتيبات المباراه باذن الله. النهارده ولو هنتكلم بقى على تفاصيل اليوم يا نهاوند، لان عندنا تفاصيل كتير النهارده. طبعا اليوم ابتدى بتناول اللاعبين وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، وخلينا نقول ان 11 بتوقيت ابو ظبي، 9 بتوقيت القاهره. الساعة 2 طبعا هتكون وجبة الغداء، محاضرة فنية النهاردة المستر مارسيل كولر هتكون في تمام الساعة 5:00، ثم التحرك إلى ملعب نادي العين اللي هيستضيف تدريبات النادي الأهلي اليوم، يعني أول تدريب النادي الأهلي هيؤديه اليوم في الإمارات هيكون على ملاعب نادي العين في تمام الساعة 6:00، بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي بمسافة 15 دقيقة. طبعا في أمور بيتم الترتيب ليها، إن غدا إن شاء الله هيكون المؤتمر الصحفي المستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي اللي هيكون في تمام الساعه 10:30 بتوقيت ابو ظبي، الثانيه 10:30 بتوقيت القاهره، او تحديدا الثانيه والنصف الثانيه 10:30 بتوقيت القاهره، 10:30 بتوقيت ابو ظبي. امور كتير جدا طبعا بيبقى حريص عليها بعثه النادي الاهلي للترتيب لتجهيز كافه الامور. طبعا الاتحاد المصري اخطر النادي الاهلي بكافه الامور التنظيميه الخاصه بالمباراه، وطبعا يا نهاوند بالامس طبعا يعني استهلنا كلامنا بالترتيبات اللي بتقام هنا في ابو ظبي والتجهيز لحفله قبل انطلاق المباراه بثلاثه ساعات، طبعا وامور حريص عليها مجلس ابو ظبي طبعا وحريص عليها المسؤولين هنا في الامارات. طبعا هيكون الامور التنظيميه اللي ارسلها الاتحاد المصري ان في حاله انتهاء المباراه بالتعادل في ال 90 دقيقه هيتم الاحتكام الى وقت اضافي هيكون لمده 30 دقيقه مقسمه على شوطين، ومن ثم الاحتكام الى ركلات الترجيح. طبعا يا نهاوند الكابتن عادل طعيمه واحد من كابتننا الكبار اللي عارف اهميه هذه المباراه وانها مباراه ببطوله امام نادي الزمالك. خليني اقول لك برضو ان من اجمالي 18 بطوله لكاس السوبر لعبت، النادي الاهلي خاض منهم 15 مباراه في هذه البطوله كاكثر الفرق المصريه اللي شاركت في مباراه السوبر. طبعا النادي الاهلي احرز 11 بطوله كاس سوبر، نتمنى ان شاء الله انها تكمل ان شاء الله وتكون البطوله ال 12 يوم الجمعه باذن الله. بص يا فاروق، انا مش هطول عليك بس انا هقول لك حاجه واحده هنختم بيها، السوبر في الجزيره صح؟ ان شاء الله باذن الله. متابعين معاك زميلنا العزيز جدا فاروق صراحه، وبنتفائل بيك يا فاروق صراحه، يعني انت ما بتبقى مع بعثه للنادي الاهلي بترجعوا منتصرين، فباذن الله خير يا رب، وهنتابع معاك طبعا لحد يوم الجمعه يوم المباراه. شكرا ليك، شكرا جزيلا. حلو اللي هو ايه، ظبط نفسك على كده.